السلام عليكم بلياتي وليداتي، كديرين؟ لاباس؟ بخير، لاباس عليكم ياك هانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير لا خير. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب، الصلاه عليه والسلام. تنشكر بنياتي وليداتي المتتبعين ديولي، هنا خطيكم حميد، الله يعزكم ويكرمكم ويشافيكم ويعافيكم ويبعد كل الشر عليكم. الله يعطيكم بنياتي وليداتي ما تمنيتو، الله يسهل عليكم ما صعب. بنياتي سمحوا لي شحال هذا ما سجلت البنات، مريضه شويه هي انا، الله يشافينا ويشافيكم ويشافي امتنا محمد ان شاء الله يا ربي. وتنشكر الحباب فين ما كانوا، والعائله والخوت وعائلتي، راه هما المتتبعين ديولي، تنشكرهم لهلا خطيو عليا. اليوم بنياتي ان شاء الله، الناس قالوا لي بغاو بركوكش، قالت لك عافاك البرد هذا، بزاف اللي كيسولوا عليه كيفاش وكيفاش بغاو، والناس كاع كلشي كيعرفوه. انا عاد درت الماء البنات في البريمه، باش غادي نوريكم. ها هو بنياتي، ها هو المي، ها هيك البنات. غادي نديرها هنا بنياتي، ونديرها البنات مليحه. الملح البنات على حسب بحال هكا، ونخليها بنياتي حتى يغلى بنياتي وليداتي. بعد ما تغلى الكامله، عندي تغلى الكامله ان شاء الله بيد الله سبحانه وتعالى، غادي ندير بركوكش. كيسولوا على البركوكش، عفوا قلت لكم فتات البركوكش بالحليب. غادي ندير بركوكش، اللي كيعرف يطرنو، اللي ما تيعرفش يشريه طالع، يعني راه موجود البركوكش، راه هي ديك المحيمصه. انا كنطرنو وكنكرمو وكنبقى ندير منو حتى يسالي ليا، وكنصايبو كنصايبو فوقيت الحال سخون. انا كنطرنو وكنفوقو الطفيله الاولى وكنشرو بحال الكسكسو، وكنشرو حتى يكرمو وكنجمعو. لما كندير فيه الملحه، واللي بغى يدير الزعتر ويدير ينسم، كاين السم، يدير الزعتر، يدير يزير شويه، يدير وريقه ديال الغار ديال الرام ديال العصا اللي سيدنا موسى في داك الماء اللي كيطلع فيه البخار، باش نفقروه. ملي كنفقروه وكنشروه حتى سيكرم ويشيح، وكنجمعوه البنات، كنطرفوه وكنبقاو نديرو منو حتى يسالي، وبعد تيسالي كنطرنو. وغادي نشارك معاكم ان شاء الله، نهار بغي نطرنو غادي نشارك معاكم الطرين ديال البركوكش وتاع فتات ان شاء الله بيد الله سبحانه وتعالى، وندير لكم فيديو من البدايه حتى النهايه تتشوفوه بنياتي. دابا اليوم انا درت الماء يطيب ودرت مليحه، ملي غادي نلوح البركوكش ديالي يزيد يطيب، رانا غادي نوريه لكم ان شاء الله. ضروري تدير واحد جوج معلقات ديال الزبده، ولكن الزبده ديال البقر، ماشي الزبده ديال الماكز ولا ديال السوبر، الزبده اللي هي حره غره، اللي هي ديال البقر، ماشي داكشي اللي مشري ديال الماكز. انا كنجيب الحليب وكنخوض وكندير السمن الحار وندير الزبده الحلوه، وتنشد ديك الزبده وتنديرها في الثلج وتنخليها وقت ما بغيت ندير الكبركوكش ولا الروز ولا شي حاجه كنجبدها. تنلوح دوك جوج معالقات ديال الزبده حتى ثلاثه، وتنلوح بركوكش هما وياهم دقه وحده، وكنبقى ندور فيه حتى تيطيب. ملي طيب البنات كنخوي عليه الحليب ونبقى ندور، تيجي مجبن وتيجي زوين البنات، ما تقنعوش منه. وان شاء الله انا معاكم بيد الله سبحانه وتعالى حتى نوصل للنهايه ديالي، ونوريكم ان شاء الله النهايه ديال الفيديو، ماشي ديالي اللي طاب لك العمر. شكرا، تبارك الله عليكم الزوينين الزوينات، كتعجبوني كتحمقوني، يعني ما نقولش لكم، تبارك الله على وليداتي وعلى بنياتي وعلى الزوينين ديالي، شكرا تبارك الله عليكم. هانتوما بنياتي بعد ما تنلوح البركوكش، كيزيد يتبخ البنات بحال هكا، كما تشوفو بنياتي تيتبخ واحد الشويه برا هكا هكا. غادي نجيب بنياتي الزبده، هانتوما البنات تنجيب الزبده ديال البقر بحال هكا، وتنلوحها بنياتي هكا. راه غادي ديروا في كل تندموش على واحد جوج معلقات كبارات ني تجي كدات الزبده البلديه، كما تشوفوا فيها هذه الزبده ناخذها ديال البقر. تنزيد نحرك البنات هكا،
تما بلقاتي. تنجي الحليب تنخوي الحليب ونخليه يطيب الحليب مزيان البنات. هو راه تيبغي الحليب بزاف، تنشرب الحليب بزاف بزاف بالكترة. تما بلقاتي تنرخيو عليه الماكرو وتنخليو غادي شوقة بشوقة. أنا بحال درت جوج طرونس، راه خديرو فيه تلاتة ولا ربعة راه تيجي البنات منقولش ليكم تاكلو كيفاش يجي. وتتخليوه يتبخ على خاطرو تا يطلع بقى البنات مزيان. أنا معاكم تا تشوفو كلشي إن شاء الله بيد الله سبحانه وتعالى. بحال هوك أنا راخي عليه ونخليها غادي بشوية حتى يطيب البنات. المويكلة ديالي بنياتي البصلة الهندي الهندية قطعها واحد وحيدة، البصلة مطيشة، الفجل هاهو البنات هو هذا. أنا منقية شوية كما تتشوفو فيها التومة الفجل. من سلطه الخضيره هاهي الخص، هادشي هو اللي دايره بنياتي، ما فيه لا زيت لا ملح. هانتوما بنياتي تبارك الله كيفاش يجي هاد الكوكوش. شوفوا كيفاش مجبن البنات، هانتوما تبارك الله تيجي واعر مجبن. ولكن اش اللي كتحكموا؟ تتحكموا هذيك الزبده البلديه اللي كتلوحي قبل ما ديري الحليب، وعاد تيطيب في الزبده البلديه وفي الحليب دوك جوج معلقات وتيجي زوين البنات. وتطفيو عليه البوطة وتخليه واحد شويه وكتحطوه. راه تبارك الله اش غنقول لكم، وبغيتكم ديروه البنات وتاكلوه وتشوفوا تبارك الله كيفاش يجي. هذا هو الطياب ديال بركوكش هانتوما البنات، شوفوا تبارك الله كيفاش مجبن. ها هانتوما راه البوطة باقا شاعله عليه وغادي تيطيب عبن مهلب بنياتي. تيجي واعر البنات، تيجي شهوة منو بنياتي. هانتوما تبارك الله وصلوه عليها. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ديروه. تبارك الله على بنياتي وعلى وليداتي لهي خطاكم عليا. وتنشكركم على التعاليق الزوينة والكلام الزوين، الكلام الطيب والكلام الحلو. بارطاجيو مع العائلة ومع الحباب. اللايكات 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 البنات العزازات الولاد. تنطلب منكم الله يرحم لكم الوالدين، الله يعزكم الله يعاونكم، ما توقفوش هذا الفيديو. الله يرحم الوالدين اللي وصل لي هذا الفيديو، واحد يصيفطو لواحد. وراه هذا البرد هو ديال هذه الماكلات الزوينه وديال البركوكش وديال الفتات وديال العدس وديال البيصاره وديال البلبولات الشيشه ديال الزرع ديال يعني. ان شاء الله الرحمن الرحيم انا معاكم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. هانتوما بنياتي شوفوا تبارك الله كيفاش تيجي. هانتوما هانتوما تبارك الله، هانتوما شوفوا كيف جبن وكيفاش داير. والله العلي العظيم لا كيشهي شهوه منه تبارك الله ما شاء الله بنياتي. وانا معكم ان شاء الله تيجي البنات مجبن وزوين وواعر، تيجي فن. هانتوما البنات كيما تتشوفوا تبارك الله والصلاه على النبي كيفاش خاطر وكيفاش دايرها. تيجي واعر البنات شهوه منه، شوفوا تبارك الله والصلاه على النبي. هانتوما ما تندموش عليه، والله ما تندموا عليه، والله ما تندموا عليها البنات. بالصحه وبالراحه بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي ولادي في المكان ومكم الثانيه في بلاد الغربه، ميت مرحبا بكم. اي حاجه بغيتوها انا تحت الطلب ديالكم وليداتي بنياتي. تنشكركم لهلا خطيكم عليا بحال الجبن تبارك الله. شوفوا شوفوا البنات تبارك الله ما شاء الله، مرحبا بنياتي ووليداتي تبارك الله عليكم لهلا خطيكم. هانتوما بنياتي طبق النهائي بركوكش كيفاش جا، جا واعر جا زوينه البنات. تبارك الله على بنياتي وعلى وليداتي تبارك الله كيفاش مجبن. هانتوما كما تتشوفوا فيه تبارك الله، هانتوما شوفوا كيدير. مرحبا بناتي وولادي تنشكركم تبارك الله عليكم لهلا خطيكم.